من غير هبد بقى، يلا نعمل الستريبس كنتاكي الاصل في البيت، لا عجينه سايله ولا كورن فليكس، ونمسح اي الكلام اللي عرفناه قبل كده، لان ما انتش هتوصل للنتيجه بتاعت كنتاكي غير في الفيديو ده. وانت عارفين شغلي في الدجاج المقرمش، دخلت معاكم في شغل اكلات المطاعم عشان طبعا انهلت عليا حملات. انت شغال حلويات ومخبوزات بس، وسايب لنا اكلات المطاعم، احنا بنصك يعني في مقاديرك وكده. فعشان ما زعلكوش يلا بقى نشوف الطريقه والمقادير، وكمان هنضيف مكونين يطولوا معانا في صلاحيه باذن الله. لست ريبس معانا، معايا كيلو صدور دجاج يا جماعه، واي كميه تمام. ببدا كده اقلبه على الحته الناعمه واقطع من الحته الخشنه. طب ممكن اقطعه طول اقطعه عرض، المهم يرمي معايا ما يبقاش سمك القطعه رفيع قوي او سميك قوي قوي يعني بزياده تمام. المهم بقطع من الحته الخشنه والحته الناعمه بالكل تحت بالشكل ده، بنقعهم في شويه ميه وخل وملح وليمون ربع ساعه بس، واشطفهم تمام واسيبهم يصفوا. بعد كده نجهز التتبيله، معايا نص كوبايه ميه بارده، على معلقتين كبار بابريكا، معلقتين صغيرين توم بودره تمام، رشه ريحان، 2 معلقه صغيره من الشطه اختياري، او ممكن معلقه صغيره بس تمام، 2 معلقه صغيره ملح حسب الرغبه، ورشه ملح ليمون، ورشه كربونات صوديوم يلا لا يسكروا نطره كده، ده هيظبطوا معاك الدنيا وهيدوا معاك صلاحيه. ما نزودش فيهم يا جماعه. الفراخ بعد ما اتنقعت واتغسلت تاني شطفت بميه نظيفه واستبت الصفه لان ده بيفرق، نزلتها في التتبيله وهقلب من تحت لفوق لمده يا جماعه 5 دقايق كده، زي ما احنا شايفين بدل الماروناتور بتاع المطعم، فنخلي بالنا كده مع بعض بالشكل اللي انتوا شايفينه قدامكم ده يا جماعه. بعد كده هغطي عليها ببلاستيك راب او كلين فيلم مش اقل من 3 ساعات في التتبيله، او ممكن تبات يبقى افضل حاجه يا جماعه عشان اللحم يبقى معاكو دايب وجوست كده وشارب كويس من التتبيله ان شاء الله. يعني نشوف بعد كده معانا ايه. طبعا في اصغر حل عندك حاطه فيها زيت تمام، وفري وسايباه يسخن في الشعله المتوسطه. بعد كده معايا نص كيلو دقيق نزلت عليه، معلقه صغيره فلفل ابيض، معلقه صغيره توم بودره، رشه ريحان، رشة ملح أو معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البيكنج باودر، معلقة كبيرة من النشا، وبنخلهم كويس جدا مع بعض. هبدأ أنزل بصدور الفراخ بتاعتي اللي أنا تبلتها كويس جدا في الدقيق اللي احنا نخلناه كويس جدا، وهقلب من تحت لفوق 10 قلبات، ومعايا وعاء تاني فيه ماء بارد، يفضل ماء بتلج يا جماعة، وأقلب كده كويس جدا. هتدي معانا تيست عالي، وعشان لما نخزن يبقى الطعم معانا قوي تمام. بقلب 10 قلبات وثواني في الميه، وبرفع تاني وبرجع اقلب لحد ما اكون كوتنج، هنشوفه بيكون شكله عامل ازاي يا جماعه بالنظر تمام. بعد ما بقلب واكون كوتنج هنشوفه كده بيكون عامل ازاي تمام. بنفط كده الدقيق قبل ما احطه في الزيت، طبعا الزيت هيكون سخن على الشعله المتوسطه والنار عاليه، هديها بس للمتوسط عشان ما تجلدش لحم الفراخ تمام، وما سحمش الزيت قوي، وما خليش الفراخ قليله فيه، المهم يجروا فيه بحريه كده، يغلي فيه بحريه في نفس الوقت. يعني بياخد معايا من 4 ل6 دقايق لو هنسوي ويل دان. لو هخزن مجرد ما يشمع ويبقى لون ابيض اكون مشغله ساعه الايقاف بتاعه التليفون، واطلع على صينيه واخصم المده اللي انا بسم الله الرحمن الرحيم شمع فيها واكمل. الفراخ بتاعتي لا بتحتاج تتحط على ورق زبده تنزل اي زيت، ولا بتشرب نقطه زيت واحده تمام. ما شاء الله دي مش كل الكمية، مالية طبقة معايا حجم كبير عالي جدا هرمي تمام، وشوفها هتعمل قد ايه. كفاية للقطعة مشبع، انا والله يا جماعة يعني كنت جعان جدا، قطعتين الحمد لله كفوني، مش زي الاستريبس اللي احنا بنجيبه من بره ومحناش ضامنين بيكون معمول ازاي. يكفي حاجتنا نظيفة، غسلنا كويس ومتابعينها وعاملين لها كل حاجة نظيفة. عايزه تقدمي مع رز كنبه براحتك، عملنا قبل كده الريزو على القناه مع بعض من كتاب كنتاكي الاصلي. عايزه تعمليه في سندوتشات مع مايونيز، مع خس، مع اي حاجه اللي انت حباه، مع مكرونه برضو بيبقى تحفه جدا. ممكن برضو تعمليه طواجن مكرونه وايت صوص وتتحطيه على الوش كده بموتزاريلا وتدخليه الفرن، النتيجه هتبقى وهم معاكي تمام. اتمنى يا جماعه الفيديو يكون عجبكم، شايفين قد ايه لحمه دايب كانه زبده ما فيهوش غلطه ولا مفتل، ومش عامل عجين من جوه، قشره ناعمه كثيفه مش سميكه ويابسه على الاسنان. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، محدش ينسى اللايك للفيديو، ونتقابل في وصفه جديده ان شاء الله.